ام سنون. لا يا بابا احنا جايين عشان نتسامح معاكم. السلام عليكم تحديات العائله، كيف حالكم اليوم ليلى؟ شوفوا هذا وش اسمه هذا حق لي تومي حق لي. يلا وهذه تشوفون الاثنين ذولا ها شكل. لحظه ليش تقولي لهم برا؟ يدخلون عند لولو شو اسمه تومي، بعدين عاد باخذ هذا بعطيه لولو. بشو الا بعطيه لولو. هذا كلب ليلى اسمه تومي. لا والله ما اعطيه لولو. ليش لولو حلوه لولو. شوفي هذا بيد. والله ليش ما بيدخل عشان ما يطقه. لا ما راح. شوفونا متابعين هذا خواف مره يا متابعين. هذا مو خواف، هذا قوي عند عفلات بس هذول ولا صار معنا. طيب خلاص خلي دخلي واحد عليه وشوفي شو يسوي فيه. شوفين هالصغير هذا الابيض هذا. ها شوف شفتي انحاشوا. يلا الحين وين رايحين؟ رايحين لولو بتسامحون ليلى. بابا بابا تدري انت صح وديتني الروضه صح؟ ايوه ان شاء الله. لا ما هو الروضه بابا، انت تدرسين مدرسه ان شاء الله السنه هذه اولى ابتدائي، لكن احنا رايحين لولو بتسامحون ليلى ولولو. وهذه ليلى تنزل بسم الله، وطبعا تدق الجرس الحين. ان شاء الله جت لولو تسلم. افتح يا لولو. ما شاء الله ما شاء. ليش جايب معك ام سنون؟ لا يا بابا احنا جايين عشان نتسامح معاكم. ما شاء الله تبارك الله ليلى جايه تسامح معك. بعدين احبها الا فعلتي من اليوم تقول يا بابا انا جايه ليلى لولو وديني لولو عشان تسامح معها. لا ما هو بكذابه صح ولا لا يا ليلى؟ ما شاء الله عندها كلب اسمه تومي شفتيه؟ اي شفته مريضه بس تبين اجيبها عندك؟ بس هذا كان كلب ما مازن. اي مازن عطاه. اي مازن عطاها ليلى هديه. لا عطاها بكره او بعد بكره. لا عطاها ترجع. لا ما راح ترجع، هذا هديه ما شاء الله تبارك الله. ادخلي يا ليلى ادخلي خلاص. ما شاء الله تبارك الله. قولي انا اسفه. انا اسفه ما شاء الله. وانت ليلى قولي انا اسفه. ما شاء الله لا ليش تعطيك كذا؟ لا ما يصلح يا لولو. ما في خلاص ولا ما يصلح. ليش كذا؟ المفروض ما تعطينا كف الله يهديك، المفروض تقولي خلاص انا اسفه وانت اسفه وخلاص وكلكم تصيرون صحبات. الان انا جاي علشان تتسامحون ولا جاي عشان تتهاوشون؟ جايبها عشان تتصالحون صح؟ خلاص ليش خلاص شفتي يا ليلى؟ خلاص ليلى الظهر بنروح البيت صح؟ خلاص الحين لولو ما صالحت ليلى وليلى. لا روحي صالحيها يلا. طبعا انت الحين انا قلت شفتي هذيك الفيديو وش انا شفتها؟ وشو اللي شفتي يا ساتر؟ ياسين هنا. وياسين مين؟ ياسين هنا. ياسين هنا. حورية هنا. حورية صح؟ حورية صح؟ صح حورية ولا ميمي؟ صح؟ ميمي اللي هنا صح؟ تبي تجينا بكره؟ ما ها شفتي تقول ليلى تعالي شوفي شفتي؟ ما شاء الله عليك يا ليلى، ما شاء الله تبارك الله. لا انت الحين كبيره يا لمار، المفروض انك تقولي خلاص انا سامحتك يا بنت عمي. لا مو بنت عمي. هلا بنت عمي. هذا بنت عمك هذه. هذه بنت الجدران. لا عيب انا عمت ما تقولين كذا. مالت عليها بعد مالت. لا يا ليلى، ايش رايك ليلى فيهم؟ ها؟ نمشي الحين؟ خلاص تروح تلعبين مع بنات خالتك؟ سنون ما لها اي سنونها عادي تطيح. وري اسنانك ما شاء الله. شوفي طالع جديد بعد واحد ابيض ما شاء الله تبارك الله. وانت يعني ما طاحت السنون، طايحه سنونك انت بعد. الله يهديك يا لولو الله يهديك. قول يمين. لا قول يمين. الله كل الناس تبي الهدايه صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ الله يهديك يا ليلى. قول يمين ما شاء الله. شوفي ليلى على طول تقول يمين. اسنان مستحيه ليه ما تتكلم؟ وشو لا تتكلم؟ مستحيه مو تنقهر قهر صح؟ المفروض احنا جايين هنا علشان يا ليلى يا لمار انت سامح انا وانتي وتلعبون بالحوش، لكن بتسامحون انت وياها وخو. يلا خلاص تسامحوا. يلا تسامحوا بسم الله ما شاء الله تبارك. لا 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 لا, لا, لا تشدين شعرها. لا انا حسبت من اول ايش بتسامحون بس كذا. ليش ما سويت لك شيء؟ ما احبها الا ذكر زمان. نمشي؟ ها؟ يوم كانت ايوه يوم كانت وشو؟ يوم كان العيد. اي يوم كان العيد وشو؟ ياسين ما قصرت هي عطتت ما جاء في العيد ياسين اصلا. ما جاء اي ما جو صح؟ جو ما جو صح؟ ما جو الا ذاك اليوم. الا جو في
طيب خلاص انت شفت العيد. ايوه يوم هي لابسه فستان ابيض. طيب فستانها طيب حلو فستانها ما شاء الله تبارك الله. لا الا والله مره ما شاء الله تبارك الله على حلو لي مره 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 فستان ليلى في العيد ما شاء الله كان مره حلو يجنن. ما تعرف زين شعرها بالكاميرا مين؟ ما شاء الله على شعر ليلى مره حلو ما شاء الله تبارك الله. وانت بعد شعرك حلو بسم الله عليك صح. وانت بعد عادي ملابسها عادي حقت بيت. ايه الا حلو خلاص يا ليلى مثل ما شفتي ما هي مسامحتك لكن تدري وش بسوي لك؟ بخليها تشوف الفلوق الجاي ان شاء الله لمار زين خليها تشوف الفلوق الجاي باخذ لها شاليه وباخذ ليلى شاليه وبسوي ليلى حفله كبيره وباخذ مع حجوجو وباخذ ميمي وشفا والبنات وانتم ما راح اخذك معي اصلا عادي احنا عندنا صح ولا لا ليلى ناخذ البي شو اسمه الشاليه ونستانس وننبسط وما اسبح برضه وبسبح صح؟ خلاص اصلا صديقتي حنين تنتبوك وش المسبح؟ حنين اصلا تنتبوك وهي اصلا صديقتي مين؟ الين الين انت بناخذها بعد معنا للشاليه لا ما راح تغضب ما هو على كيفك هي ما هي على كيفك انت ما انت امها اصلا اصلا صح ولا لا ليلى؟ اصلا الليله صح؟ اي ممتازه عندنا ما عزيمه مين؟ عندنا عندنا مين؟ مين؟ عندنا كادي وجوجو لا ما عندك كادي كادي وجوجو ما هم موجودين اصلا هنا الا ما هم موجودين انا ادري وينهم اي ما هم موجودين هنا لا تكذبين عيب ترى خلاص الحين انا الحين هم انت بتسامحون ولا لا؟ تبين اتسامح مع بنتك اللي جابتك ايوه سامح الحمام ما احبها ما يبين لها جايبت هدية الا يوم ذكر زمان كانت لا لا ما جابت لك هدية ذكر زمان قالت انا اوريك يا لولا شفت المقطع لا لا خلاص اعطيها اعطيها الكيس انت بتسامحينها انت وش دخلت انت ما لك ذنب خلاص الا لها لها دخل يلا انا كنت توقعت انكم تبي شو اسمه تتسامحون لكن دام انكم ما تسامحتم نبي نرجع للبيت يلا ارجعوا البيت يلا خلاص خلاص يلا نشوفكم على خير يا متابعين انا لا لا انتم على خير لا تعطونهم لايك طيب مع السلامة يلا مشينا يا ليلى طبعا ما شاء الله لولو يوم طلعنا قال وش قلتي وش كنتي بتقولين؟ آسفة ما شاء الله خلاص ليلى وانت وش تقولين ليلى؟ آسفة شكرا شكرا خلاص يلا يلا كل واحد تسلم على الثانية يلا يلا حبيها حبيها ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله شاطرة يا لولو كذا بنات العم الحلوات خلاص خلاص يلا اشوفكم على خير يلا مع السلامة يا متابعين يلا بأمان الله